وسهلا عم فتش، ورفيق عم بيقول لي هيك ما فيني لكم معي صور حلوه كثير، بيقولوا لي قد ايه بتحطي حق حبر، بقول لهم ما بعرف بس ما فيني ما فرجيكم اليوم كلها صور كيف ليكم كيف الطبيعه بنتناغم معها. هو عم بتكنس وجاري ابنها وهي وياه، وها هو شايف طياره، هالطياره اللي شايفها وهو كمان عم بيعمل سوب بابل هيك هالصابون، هو طيارته هيك وهو طيارته هيك. شو ما بدكن فيكن تعملوا السوب بابلز هلا؟ ليكو هالصوره، هيدا بدو يعربش على الشجره عم بيغمرها ما في يطلع لفوق. شوفوا هالصوره الانسان هون، هالتم هالعينين هالمنخير، كأن طبيعه كأنها عم تحكي. وهيدا راكب ورا بيه ورابطه اكيد وقاعد عم بيقرا. في ولاد هيك عندهم القلم والورقه والكتاب هلا بطلب ما تعملوا فاكسينيشن، عدوا اقروا لي كتاب عن التطعيم. بشكروا هيك الطبيب من بيت الدكاش بالحدد، قال ما تطعموا ولادكم بالستين، بيير دكاش. في كتير ولاد انشلوا بالحاره بالغبيره بالبرج مرة التطعيم. شوفوا كلمه فاكسينيشن وشوفوا شو بتعمل، ولا ما لك عيش الا بعد تشيشي. الولد اللي عنده الصغيره اللي عندك ناخذ ولادنا ويناموا معهم 4-5 مواسم هو بيقول الانسان. لك هو جرر الحمار، مين جرر الحمار؟ اي هو حمار او حمار. الحيوانات بتتناغم معنا وافهم منا. شوفوا ليك هل مغطيه تيت ممي، شوفوا كيف بتناغموا مع بعضهم. ما بيقول لا انت حمار وانا كلب وانت بسيني وانت اسد، عايشين بالبريه مع بعضهم ما بيقتلوا بعضهم، بياكلوا هيدا طبيعته نباتي، بياكل حشيش بياكل خضره بياكل بتعربش على الشجره. المعزيه بتضل تطلع على راس الطربون. وليك هلا شو عم بصير باولادنا؟ ما عنده شيء عريان يعني، بس انه هم مهم كثير هيك. لك شو اهتمامه؟ لانه مركبين المكنات الكمبيوتر انترنت ما بدي اشبه له على الدماغ على الفكر، خصوصي على الاولاد، لانه الولد بيجي جاي جديد طازه، جايب معه معلومات وجايب معه معرفه وجايب معه اشياء فوق العلم. كيف كبر بهالرحم؟ شو كان تواصله بصلته الارحام؟ شوفوا هل شو هالرحمة دخيلكم، ما حبت انه يبين وجهه ومنية. هيدا بيا وتعبان وما في كرسي هون، قام واحد وقعد عمل حاله هو حضن وقعدوا بحضن. يا حبيبي شو هالإنسانية، يعني يقدر الإنسان يخدم الإنسان اللي عم تخدمه هيدا أنت، وأنت بفضله هو وفضل الله بتحس براحة وقت بتلاقي أم مع ولدك على الطريق هدي أنت تساعدها، هيدا مناسبة إلك. هلا هالمرة تجوزت يعني ساكنت رجال وجابت ولد، بس هي إيديا اثنينهم مقطوشين. ليك كيف عم بيطعموا اياه؟ هو ما بيعرف إنه هاي أمي هيك أمومي، لأنه هيدا رجال وهيدا مرة وهو عنده هالأبوة وعنده هالأمومة هالطفل، عنده هيك شيء إنه بده يطعميها. هي ما عندها إيدين، أنا عندي إيد باكل وهي ما عندها. هلا شوفوا الطبيعة، عصافير مين بيعلمون وين يطيروا ويغطوا؟ مين بيعلمون كل لحظة ما في صوت مثل التاني؟ عم بيحكوا، نحن ما بنفهم عليهم، الشجر بيفهموا، الأطفال بيفهموا. شوفوا هاي، عارفة إنه في شي ضايع، في عصفور تاني في هالشجرة مقطوعة،
بيزعلوا بس تقص شجرة، بس إذا هي خطيرت وقعت لا خلص كبرت وقعت تاخدها أنت، بتتدفع عليها تطبخ عليها. شوفوا هالألوان، شو هالوجود يعني. قال له منين بتعرف إنه في الله؟ قال له من وراي يلي خلقني. أكيد شو ما بدك تسميه، 99 اسم وصفة وفعل. شو هيدا؟ كيف شو عم بيسمع؟ شو عم بيقولوا له؟ مع مين عم بيرد؟ بيلاقي أنثى وذكر مثله بيحكوا بعضهم؟ إيه إيه لا لا. شوفوا كيف واقفين هون مع بعضهم هيك موجة منهم، كلهم بيتناغموا، كلهم بيخبروا بعضهم شو شافوا. لقيوا في مطرح بزر بياكل وبيجيب لغيره. شو هالتناغم بالفصول كلها، بالأكل بالوجع بالمرض. كلهم ما بدهم الإنسان لأنه حامل برود وعم بيقوس، ولا بتقتل عصفور تتاكله وتقرشه يعني. بنبسط بس اقتل، ليش بتروح على الصيد؟ كنا نحط دبق، بيي يعطينا ونحط دبق على الشجر ويجي العصفور يغط على الشجرة ما يعود يقدر يطلع من الدبق، يلقطون ويشون ونكلون. ما نعرف بس هلأ أبداً. يا حبيب قلبي يا حبيب قلبي، كيف بيغطوا، كيف بيطيروا، كيف بيعربشوا، كيف بيساعدوا بعضهم. شوف كيف متناغمين بالمي وهالشجر اللي غطفوا فوقها، يعني بيرجع بيطير وبيطلع مطرح تاني في تحت مي، بيساعدوا بعضهم. تعوا تعوا شوف. ما قال له أنا باكلك، مع أنه الأسد بياكل لحمة. دايماً كان في كتير أمات ما يجين أولاد، بعدين يندروا بدي يسميه أسد، بدي يسميه نمر، بدي يسميه فهد، بدي يسميها غزالة. ليكو بشوفوا هل يعني نحن بيشبهوا أنه الغوريلا من بعدها إجا الإنسان. هلأ في تطور على طول، بس نحن بمملكة النبات، ومن مملكة المي إلى مملكة النبات، مملكة النبات إلى مملكة الحيوان، وهالإنسان يلي هو على صورة الله ومثاله في أجمل وأحسن تقويم. لحه ما قال له أنا باكلك. بتعرفوا قصة The 100 Monkeys؟ في سعدين وفي غوريلا، هيكو هون بالتلج هالدب. شو حلوين بيغطيه ليك، قال له تعا أنا بدفيك. بيقعدوا مع بعضهم، الكلب البسينة النمر الأسد الذكر والمرأة والرجل مع بعضهم. يا حبيبي كيف حمية لهالبسينة، لو بتشوفوا البسينة كلكم بتعرفوا، بس تصير تطلع بدها تخلف، بدي يشوف مطرح ما في بني آدم، ما في إنسان، بتجيب الجراوي بترجع بتطلع وين بدي يهربون، بتهربون منا نحنا. شو نحنا رح نقتل الجرو؟ إيه يمكن بيقتلوا، بتهربوا من الجردون، بتهربوا من هيك، بتروح بتحطوا المطرح وتصير تفتش كيف بتجيب لهم أكل وبتطعميهم. يلا 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 صاروا فين يمشوا لحالهم بيروحوا. شو هالسر يلي أبعد من حدود العلم؟ ليك وين الصيصان؟ مرة بأمريكا بدي روح على بيت تاني، قلت له السواق قطعي كل الناس وقفت مشي، قال لي نو. نزلت لقيت في دجاجة ومعها صيصان،
ما زيحت الجيش، ما حدا زمر، ما حدا صور، كلنا ضلينا واقفين. طلعت إيه، كانت صارت شاورما نحن عنا. لحوة قالب سينين حملته هالصوص. ممنوع تاكل بيضة فيها صوص فيها حياة. لا هلا شوفوا هالأسد عم بيموتوا الأسود، يعني الأسد ليش تتعملوا من العاج خواتم وأساور و... يا حبيبة قلبي شوفوا، ما هي بالغابة هودي كلهم بيصيروا يعملوا الأغصان والعشبة و... ما شافت حالة أنه هي قوية بها، عارفة أنه هو بفركشوها بجنينة، بس بيجوا العصافير وبيقعدوا، بيجوا الطيور وبيجوا هيك بتتركهم، ما بيحسوا حالهم مفصولين عن غيرهم، هني عيلة. بسيني وكلب وغزالة و حيوانات مختلفة، فرس، الجمل بيقعد بالصحراء، الجمل عنده شوية مي على ظهره وخلص. كان الإنسان بس يمرق بالصحراء ما معه أكل، كانت صيام، يصوموا يوم 2، 3، 4، 5، 10، 20، 90. رحنا عارفين ما حدا رح يأذي. قدي الفرس كبيرة والبسينة صغيرة، شوفوا كيف حاطة راسة على عينيه. يعني هالفنان اللي عم بيصورون بيتركون ما بيشوفوه لقلو، بيخافوا منه، دايما بيبقوا مطرح ما يشوفني أنا عم بصور. طلعت على الطاولة، في طاولة طلعت، ما قالوا لا لا. هني عايشين بالثلج وهني معهم بالثلج عايشين، نحن اللي بنلبس، هني ما بيلبسوا بضلوا عريانين، هيدا تيابهم جلدتهم وفروتهم. شوفوا هالعنان قديش فيهم طاقة قوية، ليل نهار تلاقيهم عم بيضووا عينيهم. وهون في واحد بسيني قاعد هون، بسيني قاعد هون، هو حاميهم. هلا رح تشوفوا في مدرسة بتعلم بالصين، وإذا بالصين وباليابان بتفوتوا على الحبس، بفوتوا على السجن كأنك بأحلى جامعة، تتعلم المهنة اللي بتحبها، ما بيأذوك، ما بيضربوك، بالعكس إنه بغيروا لك أكلك، نظام حياة، إنه يشفوك من هالمرض اللي أنت فيه، أنت سرقت بسببه، أنت قتلت بسببه. بدك تعالجك إلك، بكون عم بيعالجني إلي كمان. Music school in China. أي نوع من الموسيقى؟ وين ما كان بتشوف على الطرقات حاطين لك كرتون وهيك، وبتقعد وبترقص بتغني. على المي بيبنوا بيوت، مش إنه تمشي على المي. ما قال له يا شيخ ليك أنا بمشي على المي، قال له قديه ضليت تتعلمت تمشي على المي؟ 20 سنة. قال له طيب تنشرب فنجان زهورات أنا وياك ونحكي وهيك، بس بدي أقول لك كيف بنمشي وهيك. قال له العصافير بتطير، ما في زوم أنت بتطير. السمك بتمشي على المي، ما في زوم أنت تمشي على المي. هلأ في ناس فايروا إجوا لعندي بأمريكا بيمشوا على النار وبيمشوا هيك. أنت دورك مش هون، دورك أهم من هيك، جوا الطيران داخلي، جو إن. هيدا كله سحر وشعوذة، وهيدا سي بابا بيعطيك هيك وهيداك بيعطيك هيك. واجوا كتير ناس
كل اللي عم بيجوا يعلموا هلا هون يوغا في شمانانندا كتير مره فاناندا ما تروحوا لمطرح. يوغا is the science of the soul. الطفل بحط اصبعه وبيتمه. لحين شوفوا in the university بميونخ بالمانيا، نعم في قصص كتير حلوه عم بتشوفوها، ولكن هالقصص منا على مستوى المدارس يلي عم نتعلم فيها. بيروحوا على القرى وهونيك بتشوف بنيدرلاند بهون وهون وهون بتشوفوا قديش في مطارح كأنك قاعد بالجنة. ما بقى بدهم ترين، ما بدهم هالأشياء اللي عم بتشوفوها كلها. هن بيروحوا بيمشوا بالطبيعة، كلهم عندهم بيوتهم، برج إيفل تاور. بالعكس هيدا بيت ليك شو حلو، بيوت من خشب وبتعيش حواليها كلها زريعتك، وكل اللي بتزرعون انت بتاكلهم، وجارك بيزرع فجل انت لفت. من برج تاور إيفل بتشوف كلها مدينة البتون، ولكن هودي قرى ما بينتموا أبدا لهالمدنية يلي نحن عنا إياها. مثل ما قال أينشتاين، جبنا حضارة تنقتل هالحضارة، إذا جيت تاني مرة بدي يكون سنجري. هيدي ريزورت منتجع هون بالأطلانتيس حد المي، دايما بتشوفوا بارادايس الجنة لحية على الأرض، وبهامز وهيك بتلاقوا في شيء دايما مربع مربع مربع. شو هالمربع هي؟ سر بالكعبة، ومن هالمربع إلى غير مربع كل المربعات. لحنة أربعة راس العقل، العقل هون مربع، القلب يوتناسيا، طلعوا بتجوزي بتشوفوا كيفية. هلأ هون بتلاقي تلج، الناس بتمشي، المي على الطريق، شجر كلها بتروح بتنبع. بتلاقي بالصيف بالشتاء بالخريف هالفصول كلها موجودة، والطبيعة بتتناغم بهالأربع فصول أو خمس فصول. لا أنا ما بحب الخريف، أنا بحب الربيع، أنا ما بحب الربيع، أنا بحب الشتاء. قال لهم اللي بده يستلم من بعده الملك، أنتم خمس أولاد بدي أشوفكم. إجا واحد قال له أنا احتجت مع الفلاحين وشفتهم كيف بيتناغموا بالطبيعة، قال له المملكة له. شوفوا عم بيبلش هالخنزير، قال ما بقدر أنا أعيش هيك، انتو حبسيني لو الحبس من ذهب محبوس. والخنزير ذكي كتير، واجا واحد من الصيادين السمك عاش بنيوزيلند وشايف انه ما لازم يكون في بالبحر سمك ناكلون ولا حيوانات من الطبيعة، ما لازم ناكلون، هودي كلهم لهم دور مهم. قال لهم حرروه. الإنسان ما عنده قواطع، عندنا أنياب بس ترضع من حليب أمك حولين. هاي الطبيعة، هاي البسينة، وهيدا الغوريلا. دايما بالنمسا وببالي وين ما رحت بتلاقي في حيوانات ما فيك تأذيها أبدا. في مطارح ما بتلبس يمكن كلسات. شوف هون كيف بالصين فيك تنزل على كعب كعب البحر وبتلاقي وعلو أنا نزلت لتحت أشوي عود هون. ما السمك كمان حياة. هلا بالصين بحطوا الاولاد حوالي 20 دقيقة يناموا، مش كل الوقت قاعدين عم بيدرسوا. بتلاقيهم غفيوا على الكنبايه على الطبقة تبعهم.
وبيدرسوا بس 5 ساعات، ولما بيكبروا بيروحوا على الشغل 5 ساعات والباقي بتكون لإلهم. أوكرانيا، شوفوا كيف بيقولوا اللي بيجوا لهم من أوكرانيا، بيقولوا لبنان مثل أوكرانيا، في جبال كتير، في وديان. هون بلبنان فيك تروح تعمل سكي، ترجع تنزل تعمل سباحة. يا حبيبي شوفوا هالأرض هون بالألاسكا، تو أوشنز، محيط من هون ومحيط من هون، اثنيناتهم تحت الأرض موصولين، كلنا الجزور موصولة ببعضها، بيمرق الترين وبيفوت. وهلأ منعوا أبداً ما تفوت الترينات من هون، كل شي في بدك أنت بتفوت مشي تقطع، في معك حيوانات. نعم، تعلموا إنه الحيوان ما بيدعس، بيدعس على التراب بصير يزيح وين في مطرح ما في زريعة حتى ما يحط إجره. شوفوا الموج كيف بيجي وبينظف الشط، هالموجة بتنظفهم كلهم. ممنوع تبني بيت أو بنايات أو أي شيء مش مثلنا، نحن ثمرنا بالزبالة وقعدنا بنينا بنايات، هذا للبحر بده ياخذ حقه. هلا أكثر شيء هون بتشوف لحنة، هيدا عدد العربي، the Arabic number، تكبر عنا الحكمة. زاوية واحدة، 2 زوايا، 1 2 3، 1 2 3 4، 1 2 3 4 5 زوايا، 6 7 8 9 10، 0 0 انجل، ما في طواف، وبعدين إسراء ومعراج، كلها صفا ومروة، كلها بحركات هالطاقة اللي فيك، هالزوايا اللي بالإنسان. هالبسين اللي مرقوا وكلهم اتطلعوا، ما حدا عوى منهم ننقزوها أبداً، عارفة إنه ما حدا لا الكلب ولا الأسد ولا الحيوانات شايفين إنه هيدي حيوان مثلنا بس على صغير، بحسوا ببعضهم عندهم إحساس. كل هاي الفراشات بتروح الفراشة وبتلاقي إذا هون في رش وفي سن ما بتاخد، بتروح بتخبره ما تغطوا هون ما تغطوا هون، ما تروح ما بتلاقي زهرة طبيعية بتروح بتخبرهم، وبيتركوا ما بيسحبوا كل العسل منها، لا تترك لغيرها ولغيرها، وبيتركوا لإلها للزهرة. هون مكتوب بيقول وقت اللي بتكتب قصة حياتك ما تخلي واحد تاني يلقط ألمك، أنت تكتب قصة حياتك بس بعد حياتك ما خلصت، كيف كتبت قصة حياتك يعني؟ بس إذا بدك تكتب حكاية، بدك تكتب شيء منك أنت، أنت اللي حسيت فيه أنت بتكتبه. هون بيقول only silence communicates the truth as it is، كيف بتتواصل بالحقيقة؟ بصمت العارفين، ولا كلمة ولا حتى بتطلع الشخص التاني ولا بتقله نعم أو بيقلك لا، ليكن كلامكم نعم نعم لا لا، كله في خدمة الحقيقة. هون أنا عندي ولد مثالي ايديال، قال له كيف يعني؟ سأل واحد اسمه علي واحد اسمه كبير. علي قال له أنا عندي ولد هيك مميز ايديال، قال له بدخن؟ قال له لا. بيشرب؟ لا. كبير قال له بيروح بالليل بيسهر بالنوادي؟ قال له لا. فإذا لازم يكون كتير مميز عندك هالصبي. قال له قد ايه عمره ابنك؟ قال له علي عمره 8 شهور بيكونوا جمعة الجاي. في واحد تاني ختيار كبير بالعمر مهري، قال له شو بتعمل انت؟ قال له بشرب قنينتين مسكي بالنهار وبعمل هيك وباكل هيك، ويا لطيف كلهم كلهم يعني. قال له والله يا رجال صرت كبير بالعمر وبعدك بتعمل هيك؟ قديش عمرك؟
قال له 25. هيدي رسالة مهضومة بتقول بدي ابعث لك رسالة كتير مهمة. المصاري بتشتري فيها منزل بس ما بتشتري بيت، بتشتري فرشة بس ما بتشتري النومة، بتشتري ساعة بس ما فيك تشتري الوقت. Money can buy you medicine، تشتري دواء بس مش الصحة. شفت كيف عم خبرك انه المصاري بتشتري لك كل شيء بس كمان بتعمل لك وجع وعذاب. عم بقول لك الحقيقة الصفل، أنا صاحبك وبحبك كتير بس بدك ياني رايحك؟ إيه؟ بشيل لك يوم كله نعود يا العذاب؟ بعت لي كل مصرياتك وأنا بتعذب عنك. شوفوا في كلام، في كلام خلص، بنكفي إن شاء الله كل لحظة. حتى صمت العارفين اللي فينا، كل واحد منا يشوف الكلمة اللي حقيقة بيكون فيها شوية أدب وتهذيب لغيرك ولعلك.